وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. سعادة السيد أحمد، بعد التحية لو تحدثنا سعادتكم عن أبرز المنجزات والنجاحات التي حصدتها مملكة البحرين في مجال السلام والتعايش والتسامح. شكرا أخي عبد الرحمن، ومساء الخير إليك ولجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. طبعا جلالة الملك الله يحفظه حدد سياسة البحرين على ثلاث أسس: أولا الأمن والسلام، حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. فيما يخص الأمن والسلام، نحن في البحرين ننعم بالأمن والسلام والحمد لله. فكما تلاحظ المجتمع البحريني بجميع طوائفه من مواطنين ومقيمين ووافدين يتمتعون بحرية كاملة فيما يخص متابعتهم والعمل في أجواء تسامحية فيما يخص دينهم والقيام بأعمالهم الدينية بكل أريحية. فنحن نلاحظ مثلا في المنامة تجد بجنب المسجد والماتم تجد المعبد الهندوسي واليهودي، وهناك طبعا كثير من الجاليات الأجنبية الغير مسلمة كالمسيحيين واليهود والبهائيين والبحرة والبوذيين والهندوس. فهذا طبعا يعطيك نوع من الصورة الواضحة للتسامح في مملكة البحرين. طبعا بالنسبة للسلام في العالم، البحرين مشهود لها بتحرك دبلوماسي نشط. فطبعا حسب توجيهات الملك الله يحفظه، وزارة الخارجية ممثلة ببعاثاتها تقوم بدور كبير فيما يخص استبداء الأمن والسلام في العالم، وخاصة من خلال وفدنا في جنيف والمتحدة في نيويورك. فإننا كثير من الأنشطة، فكما تعلم البحرين ترأست مجلس الأمن الدولي، وترأست الجمعية العامة المتحدة، وترأست منظمة الصحة العالمية، ونحن أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وكل هذه يعني تؤدي وتقوم إلى استكتاب الأمن والسلام في العالم. طبعا جلالة الملك الله يحفظه دائما يقوم بمثل هذه المبادرات الإنسانية انطلاقا من القيم التي يؤمن بها، وذلك ليس بغريب عن جلالته. والبحرين لها حضارة بعيدة في عمق التاريخ ألوف السنين، وما تشهده المملكة الآن من أمن وطمأنينة للجميع سواء مواطنين أو مقيمين، فهي نتيجة لهذه الحضارة العميقة الممتدة في التاريخ. فنحن طبعا بدون شك نساند جلالة الملك والحكومة الموقرة في هذا التوجه. ولا ننسى كذلك بالنسبة إلى الدبلوماسية البحرينية البرلمانية، الدبلوماسية البحرينية لها دور كبير على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وخاصة الأخوان الذين يشاركون في اجتماعات البرلمان الدولي، فلهم مواقف مشرفة، والبحرين دائما يسمع إلى مواقفها بكل أريحية واحترام، وذلك انطلاقا من الدبلوماسية الهادئة التي دائما تتبعها مملكة البحرين بتوجيهات من جلالة الملك المفدى الله يحفظه. ولا ننسى كذلك دور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ونشاطه. فنحن نرى هذا يعني منذ أن أنشئ هذا المركز قبل 3 سنوات، وله دور فعال داخليا وخارجيا. على المستوى الخارجي نحن نشاهد ونرى مساهمة هذا المركز في فعاليات منظمات الأمم المتحدة، فهم دائما موجودون
في أروقة المتحدة في نيويورك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للمتحدة سنويا، وهناك يعرضون المعارض التي تبين مدى تطور وتنمية مملكة البحرين والتسامح والمحبة الذي يعيشه المواطن جنبا إلى جنب إلى الوافدين في مملكة البحرين. نعم، بلا شك بأن مملكة البحرين تشكل نموذجا للتعايش والسلام والتسامح بين مختلف الطوائف والأديان الموجودة على أرض مملكة البحرين. سعادة السيد أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.